مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثوره السوريه السيد صالح فاضل. اهلا بكم استاذ صالح. بدايه، بعد ما يزيد عن الاسبوع من القصف الروسي على ادلب، وزير خارجيه بريطانيا يدين غارات النظام وروسيا على ادلب، كيف تتابع هذا التصريح؟ حقيقه تعودنا على ان هذه الادانات والقلق والاستنكارات هذا كله كلام فاضي لا قيمه له ولا أثر. الدبابات الروسية ودبابات النظام تدمر كل ما في طريقها وتركز بالذات على الخدمات المدنية كالبيوت والمشافي والمدارس والمساجد، وذلك ضغطا منها على المقاتلين لأجل الضغط على الحاضنة الشعبية، القتل، الإجرام، وأيضا الضغط على تركيا عسكريا بحجة عدم نجاحها بملف هي تحرير الشام، وهذا كله يسبب ضغط على الحاضنة الشعبية للثوار والحاضنة السورية الخاصة بتركيا أيضا. ولكن الموجهون والأساتذة والعلماء يركزون على شعبنا على مزيد من الصبر، وإن كان كما يقال للصبر حدود. الإجرام الروسي، إجرام النظام لا حد له، حوالي نصف مليون الآن محتشدين على الحدود السورية التركية لا يستطيعون المرور. قضايا التهريب للمقتدرين على قدم وساق، مئات الألوف مهددين آخرين بنيران الروس أو الهجرة أيضا إلى منطقة. سيد صالح، هل تعتقد أن بريطانيا عندما دخلت على خط هذه الأزمة هو الموضوع تم بتحرك بعد ضوء أخضر أمريكي إذا صح التعبير؟ هو الحقيقة يعني إلى الآن لا تعدو التحركات الأوروبية عن بيانات عن إظهار قلق، يعني لا شك أنه منسجم الرأي البريطاني مع الرأي الأمريكي، لكن كله عبارة عن قلق واستنكارات. الموضوع أكبر من ذلك بكثير، هناك خلاف سياسي بين تركيا وروسيا، مكونات أستانا وسوتشي، هناك خلاف جدي وحقيقي، ولذلك الروس والنظام يحاول أن يحل هذه المسائل عسكريا لمزيد من الضغط على تركيا والثوار السوريين. مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها كشفت عن أطماع روسيا في سوريا، إن كان الأمر من المعلومات بالضرورة، لكن السؤال حول اتفاق المناطق الآمنة في ظل هذه الأطماع، ما الذي قد يحدث برأيك؟ حقيقة الأمر يعني خلينا نقول لماذا روسيا اليوم تحديدا يعني خلال الأيام القليلة الماضية بدأت بهذه الحرب. هناك خلاف على اللجنة الدستورية ومكوناتها، هناك 6 أشخاص رفضتهم تركيا ورفضهم الثوار. أيضا التفاهمات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة في منطقة شرق الفرات وبعض قضايا التسليح هذه، وبالتالي الروس والإيرانيين لا حصة لهم في شرق الفرات إذا نجحت التفاهمات التركية الأمريكية، والظاهر أنها ستنجح. بالتالي روسيا تضغط من جهة إدلب لأنها تمتلك ورقة وحجة على تركيا بأنها لم تنجح في حل مشكلة أو ملف هيئة تحرير الشام. المسألة أن روسيا ستخرج خالية الوفاض من منطقة شرق الفرات، ممتعضة أن الأتراك يتعاملون مع الروس من جهة في بعض الملفات، وبنفس الوقت يتعاملون مع الأمريكان في أمر آخر. الروس يريدون أن يستأثروا بالتوافق الروسي التركي ويجبرون تركيا على التخلي عن موضوعات استراتيجية أخرى متعلقة بالأمن الوطني التركي التي هي أمن الحدود والمتعلقة بمنطقة شرق الفرات، ويبدو أن هذا الموضوع قد وصل إلى نهايته وهناك حل أمريكي تركي مرتقب. سيد صالح فاضل الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية، شكرا لك.